السلام عليكم يا عزيزي المشاهد. إذا فازت برشلونة بخماسية 1، ولكن يا عزيزي المشاهد هذه النتيجة لا تعكس أي مسير للمباراة، لأن المباراة كانت رايحة جاية، وحتى في بعض الأحيان كانت الأفضلية لفياريال. برشلونة عموما دخل المباراة بقوة كالعادة وبدأ يضغط، وبرشلونة حاليا يا عزيزي المشاهد أكثر شيء يعجبني فيه هو الضغط من أول دقيقة للدقيقة 90. برشلونة في هذه المباراة يا عزيزي المشاهد لو نشوفوا الطريقة اللي دخل بها في وسط الميدان، نجد أنه غياب كاسادو وإقحام غارسيا كان ثغرة كبيرة في وسط الميدان، خاصة في الهجمات المعاكسة، لأنه كاسادو كان أكثر استباقية في الحالة الدفاعية، أما غارسيا فلا، كان يحاول يرجع للخلف، وهذا اللي كان يعطي مساحة أكبر ووقت أكثر للمهاجم لإيصال الكرة لزملائه كما شفناها في أكثر من مرة، خاصة أنه البارسا تلعب على خط التسلل أو مصيدة التسلل، واللي شفنا هذا النقطة كانت ثغرة في الشوط الأول. أما في الشوط الثاني عزيزي المشاهد، بالرغم من أنه غارسيا استمر إلا أنه صار تحسن طفيف في المنظومة، ومع خروج بيدري وإدخال كاسادو هذه المنظومة تحسنت أكثر دفاعيا، منظومة وسط الميدان تحسنت أكثر دفاعيا، لأنه أصبح كاسادو يساعد ويساهم مع غارسيا في إقفال المساحات. أما بالنسبة للكلام اللي كلكم تنتظروني عليه، فلامين يامال حرفيا انتهى فيه الكلام، هو ورافينيا قدموا مباراة رائعة، وحتى بابلو توري وليفاندوفسكي قدموا مباراة رائعة ما شاء الله عليه. أما إذا تكلمنا في شيء آخر يا عزيزي المشاهد، والكلام اللي كل تنتظروا مني أني نتكلم فيه، هو إصابة شتيغن. بصراحة يا عزيزي المشاهد، شوف، نفضل أني نبقى بدون حارس على أني نلعب بشتيغن. ممكن البعض يشوفوا هذا رأي شعبوي، خاصة وأنه شتيغن كان مقدم مباراة جيدة في هذه المباراة. عزيزي المشاهد، مشكلتي مع شتيغن ليست أنه حارس سيء، الكل يعرف أنه مستواه الحقيقي لو ظهر به واحد من أفضل الحراس، ولكن المشكلة الوحيدة هو المباريات الكبيرة والمهمة يكون مستواه فيها صفر. خلونا ننتقل لشيء آخر، وهو أهداف برشلونة، وخاصة الهدف الأول اللي جاء من تمريرة في الشوط الأول عن طريق بابلو توري، تمريرة ساحرة كان أمامه لامين يامال، كان يقدر يلعب تمريرة سهلة، ولكنه قرر إعطاء الكرة لليفاندوفسكي، تقدر تقول أسهل عليه بسبب تحرك ليفاندوفسكي اللي فتح له المساحة، ولكن هو قدم أداء جيد بابلو توري. ومن أكثر الأشياء اللي عجبتني يا عزيزي المشاهد هي إحساس رافينيا بالفريق، يعني لما تشوف رافينيا خاصة لما لبس هو القائد بعد إصابة شتيغن، تحس فعلا أنه عندك قائد يجري ويلعب ويتعب من أجل الفريق، يستثمر كل نقطة عرق من أجل الفريق. خلونا أيضا نتكلموا عن تمريرة لامين يامال في هدف رافينيا الثاني، بصراحة تمريرة خيالية. عموما يا عزيزي المشاهد، كانت مباراة جيدة بأداء قوي، وأن البرشلونيين منتشيين، يعني نضع أقدامنا على الأرض، نحسن أكثر في المنظومة الدفاعية، خاصة وأني متأكد أنه إن شاء الله بعد عودة المصابين رايح يتحسن أكثر فأكثر برشلونة، خاصة أني سمعت أخبار أنه برشلونة يقول أنه لن ينتظر يعني إلى يناير، وقد يتعاقد مع حارس بدون عقد حاليا، خاصة أنه كلاوديو برافو الحارس السابق لبرشلونة صرح وقال أنه جاهز إذا عرضت عليه برشلونة أي عرض ليعود لبرشلونة كلاعب. كان هذا كل شيء يا عزيزي المشاهد، ما ننسوا الصلاة على سيدنا محمد والدعاء لإخواننا في فلسطين ولبنان وفي كل مكان، وما ننسوش أيضا يا عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة. سلام.